أفكر بالمستقبل أنا بأفكار وأستقبل لذا يفلح ولذا يقبل بنايا الجنون وانا الكل فيني مفتون ومطر عندك مزبون خرخش بخبال خرخش خرخش يا مرهون الدنيا حضور لا يفلح ولا دا يقبل الدنيا ديجيتال ديجيتال سبحان الشعبان كل الدنيا ديجيتال تبع لي انت خطرك ديجيتال انتو ايش هذا معكم ورانا ورانا منين ما نكون ترى هالدنيا حظوظ يا عمي اسبيك النخ تمتها زين مالك يا زت عصفر كذاك ساعة تفتح اسطوانة ساعة تباغينك تساعدنا ما تخربك يا الدغم ايش تسوي يا عمي الظاهر هذه الاسطوانة ما ادري تغرب من بيت عمي خليفة اكيد هو اللي امرنها قصدك مثل ريال يدخل جيبه ها يحلف عليه مرة ثانية ما يطلع انت في يا حبيبي اشتغل اشتغل يلا اشتغل تعال 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 تلفنا والله جاي تتعصب يا جدعان الله ابوي خلصونا ساعة بطلون اسطوانة الله يهديكم بطل هذه ورانا الشغل خلصونا ابوي يا جماعة احسنت يا احسنت عليك احسنت خذ خذ حمدان خذ اشرب عصير اشرب احسنت حمدان ها اقول لك هذه ما زوجة خليفة هاي زوجة خليفة دي لكن هو وياه ما مستويين ضل يطلقها طلقها ليه بعدين نخبط بعدين السلام عليكم 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 السلام حي الله مرحبا هو 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 شربوا عصير بعد من سوركم اياه دخلنا المطبخ وسوينا حال عمارنا نعم هاي سؤال بعد سؤال زوجتك جابت لنا عصير هي سوته اي الله اكبر عليها الله اكبر عليها بنت المسرفين المبذرين هاي بتفكر يعني وين زعلت هاي وين زعلت انت خلي عنك هالسوالف اسطوانتك جاهزه باقي واجينا مو واجينا يلا قاعد واجي واجي المبه فلوسنا شي الغازلة فلوس الاسطوانه اللي تطريها انت ولدي انا دافع لها بشكل مقدم كيف يعني يعني ثريا ام خليل اشترت من عندك اغراض وما دفعت فلوس وجيت حضرتي انا ودفعت بالنيابه عنها علم لا ما هي صحيح الله اعلم معقوله وانت ليش تخلي خليفه يدفع عنيش ايش تريدني اسوي مدام زوجة اخوك وبنتك اصروا ادفع فلوس على الاغراض اللي خذيتهم وبعدين خليفه دفع من نفسه انا لا قلت له ولا طلبت منه ما أقبل ما أقبل أبداً ما أقبل لا خليفة ولا غيره ولا حتى أخوي مهون فهمتي؟ مرة ثانية يا حمدان لا تنسى تأخذ النقال معاك لا صار شيء ولا استوى شيء أسوي لك رنة وترد علي حمدان خبر زوجة أخوك
تعطيني الاغراض اللي مو ابغاها وال من غير له يا ثريا من غير له ايه خلي عليك خليفه انت اللي تبغيه كله يصير بعد جاي يصلح لك بيتك بعد جاي يصلح لك بيتك ما نعرف ايش باغي من هاي البيت هذا اي والله ثريا سمعي شوي لا تعصبي والله لا تعصبي بالهداوه بالهداوه انت فاهم شيء انت فاهم اقول ايش رايك اخوي مرهون يجي يخطبش ونخلي يعني شيء رسمي يعني خطوبة رسمية لا يتكلم علينا خليفة ولا غيره اي والله ويعرفوا وتعرف الناس كلها ان احنا هنتزوج قريب ها ايش خدي هو ايش الكلام الصعب انزين يا حبنا خلي خليفة يخلص تصليح البيت الاول وبعدين نفكر ايش نسوي كيف تأخرت على الشغل شوي اي والله متأخر تو شوي كنا بغد فوادي شوي اسير الشغل وانا شوية مرتاح ما وادي نعم اقول لك مطر نعم عمي ما دام ان خليفة وزوجته رضية ما متفاهمين ليش ما يطلقها ها ليش شاق لنا عيلة ليش ما يطلقها ويريح نفسه ايش اللي مصبرنا عليها عم مرهون اشوفك وايد شاغل بالك بهالموضوع اخاف انت بعد تريد تتزوج رضية اذا طلقها عم خليفة زين حالك غاوي غاوي ايش هاي الكلام معك انت يا مطر الحين جالسين نتسلى بس لين يطلع اخوي حمدان انزين نوم كمل كلامك كمل كلامك ايش بعد عمي خليفة صابر على زوجته لانها تخدمه وتغسل له ملابسه وتخلص شغل البيت زين ليش ما يجيب له شغالة ويريح نفسه احسن له شغالة ابوي الشغالة يبغى لها راتب شهري والزوجة ما يريد لها شيء تبغى يدفع راتب وهو دافع مهر خالتي رضية وبعد تريد يدفع راتب اسمي لو سوى كذي كان بتحصله في يومه بغرفة الطوارئ كلامك صحيح بعد ترى البخل البخل مرض ما له علاج يا مطر المهم قول لي ايش الشيء اللي ما خبرتني عنه بخصوص رضية تكلم ها شغل سوي مضبوط ها سمعتني تمام يا خسارة واحد يلا سير سير سوي الشغل يلا يعطيك العافية يا ابو ماجد الله يعافيك ويسلمك يا ام خليل ان شاء الله البيت عاد بعد ما يترمم بيرد وجهه بيطلع جميل جميل مرة مثل القمر ايش الواحد يهتم فيه يطلع احسن صحيح يا ام خليل صحيح بس عسى عاد حد يهتم فينا نحن الله يخلي لك ولدك ماجد وزوجتك رضية ويحقق لي أحلام لكنش ما سألتيني وش هي أحلامي إيش هي أحلامك يا خليفة أحلامي الله يسلمش هو إنش توافقي على الزواج مني خير بشاور حمدان وأشوفه إيش يقول أنا ما حد مأذني غير حمدان هذا ما عليك يا حمدان ما عليك انا بشوف اخرتها معك في مرهون ها يمكن شوي اليوم يمكن لا بس لا بس لا بس قدين اليوم قدين اخ والله هذه الشغله شويه يبغى لها مجهود لازم مجهود يبغى لها لازم مجهود شغله يعني انا كنت اتصل على التعب منبوبة اليوم بعد مرهون؟ وايد 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 ايه في زباين اليوم في زباين ايه لما ثلاث منبوبات اربع ايه زين الحمد لله الحمد لله رب العالمين شكرا ربنا والحمد على كل حال نعم نعم الحمد لله الحمد لله كيف يعني يا أصيلة كيف؟
يعني الواحد ما يقدر يتصرف شيء ما ماله اولا واخيرا. ثاني شيء الدكان دكان حمدان اخوك، احنا اللي ضيوف عنده. زين ترى احنا بعد جالسين نشتغل، وعلى قولة صاحبنا جالسين نبني مستقبلنا. انا بصراحة الوضع ما عاجبني. نوبة انا، لكن ايه اسوي؟ تراني مصبر نفسي، ولا انا فاخر عمري ابيع غاز؟ صدقيني يا اصيلة، اسطوانة الغاز خالية، ما فيها شيء، فاضية، وما اقدر احركها من مكانها. ايه هاي حالة؟ ما تقدر، كأنك تفكر انك تدور على شغلة ثانية. بعدني ما فكرت، لكن لو فكرت بشرفك معي. بس انت قدمي اوراقك الرسمية، يعني نسخة من جواز سفر او بطاقتك الشخصية، وبني نصلح لهم مع بعض. قصدي نفكر مع بعض. يا الله، حتى التفكير يبغى له اوراق رسمية. معلوم، عشان يكون التفكير رسمي وقانوني. يا ام نصيب، يلا يا ام نصيب، ترى تأخرنا. ليش تأخرت يا ولدي؟ على الوزارة ولا على الشركة؟ ترى كله ساير تخطب. والخطوبة شيء بسيط بالنسبة لي يا ابوي، انا اريد اشوف اولادي، اريد اورثهم عبقريتي، عبقرية نصيب ابو النظريات والافكار. صحيح كلامك، يبقى يحافظ على السلالة من الانقراض. الله يجازي اللي كان السبب. ولا يهمك يا ولدي، ان شاء الله تكون زهرة من نصيبك. يا رب يا رب يا ام نصيب، يا رب. أحسنتي يا بنتي، الله لا يحرمني منك. عفوا خالتي. أحسنتي يا بنتي يا زهرة، الله لا يحرمني منك. إيش قلتي يا أم زهرة؟ أنا اليوم جاي عندك البيت أخطب زهرة لولدي نصيب. الحمد لله رب العالمين، ولدي كامل والكمال لله. ما ناقصنا شيء الحمد لله. حبيبتي زهرة خلاص خطبناها حال ولدي خليل. ومن ذا خليل اللي فضلته زهرة على ولدي أنا، ولدي نصيب صاحب النظريات والأفكار؟ لا تجلسي تطول السالفة وهي قصيرة حبيبتي. خلاص أنا سبقتك وجيت خطب زهرة حال ولدي خليل. ايش انت دخلتي سباق ماراثون عشان سبقتيني، ولا سباق فورمولا 1؟ بعدين ما مهم اني سبقتيني ولا سبقتش، المهم زهرة تريد منك. ما ايش قلتي يا زهرة؟ وايش قلتي يا ام زهرة؟ والله جيتكم على عيني وراسي، لكن بصراحة ما اعرف ايش اقول لكم. لا تقولي شيء، قولي انك موافقة على زواج بنتك زهرة من ولدي خليل. لا، اتوافقي على زواج بنتك من ولدي نصيب؟ لا، من ولدي خليل. لا، نصيب خليل. نصيب خليل يا إنسانة نصيب. ما كنت تناقرة. سمعني زين، بنتي زهرة مخطوبة. مخطوبة حال ماجد بن خليفة. هذه أمي هاما بشري. خير من نصيب بشري.
ترفضني زهرة؟ أنا؟ من هذه أبو رفضتك يا أبو منقار أنت؟ زهرة ما رفضتك؟ زهرة البنية مخطوبة من وحش وماجد من زمان؟ أنتوا لو خبطوني أنا؟ قلت لكم نعم؟ يعني إيش يا عمي؟ يعني أنا ما أتزوجها؟ طبعاً لا، أنا قلت لك أنت من يبغى؟ بس شكت دي ولا كلمة؟ لا تنسي إني هذا ولد عمش؟ نعم بس عجب يوم ذهبت ولد عمي أنا. ولا يهمك يا ولدي، أنا بخطب لك اللي أحسن من زهرة. شكراً، حاول مرة أخرى. يا بنتم جالسين على موضوعك يا نصيب، ما بنفكر صح ولا بنسوي شيء. وبعدين يا ولد الزواج قسم ونصيب، انت الحين لازم تفكر في بناء مستقبلك وبعدين عاد تزوج. صح، لا تصير تقدم على طلب كهرباء وانت حتى ارض ما عندك. لازم تكون عندك ارض وبيت قبل كل شيء وبعدين تقدم على طلب كهرباء، واذا كان البيت والارض مع بعض يكون احسن. جلس انت، جلس مطر، جلس هاك شيء يرتاح، تعبان شوية. اقوم اقول ها آه. انت قلت باغني الموضوع، خلي هاك تكلم شيء. باغنك لكن بخبرك بعد شوي، عشان نقول انت بعد باغني الموضوع. ايش هاي الموضوع اللي باغني فيه؟ انا موضوعي هام جدا، هام. ما ابغى حد يشبهه. زين موضوعك انت هاد واشبه موضوع الاسر ماك. انت معايا ظني في الراي في هاي الموضوع. أنا موضوعي عن مسألة بيع الغاز. أنا أقول بيع الغاز هاي ما تنفعني، وتعبنا يا حمدان، خاصة إحنا هالسبب، إحنا شياب ما نقدر على الشغلة هاي، وبعدين نبغى لنا وقت لغاية ما نحقق أحلامنا عن طريق الشغلة هذه، ولا إيش رأيك أنت؟ الله ها؟ أقول كلامك صحيح ومضبوط حقيقة، اللي إحنا ما لنا مال الشغلة هذه. احنا الشياب نقوم ننافس الشباب في هذا المجال. شفت كيف عيب؟ شفت كيف؟ انا اقول صحيح يا عمي، وهذه الشغله عليكم متعبه، خصوصا عليكم انت يا الشياب. انا من رايي انكم تشوفوا لكم شغله ثانيه. ثانيه؟ اي نعم. مثل ايش مطعم؟ مدراء بنوك عمي. علشان تسووا لنا واسطه وناخذ منكم قروض بالقسط الميسر وفايده قليله عمي. الناس تو تسوي جمعيات مفطور؟ أول مرة تقولي كلام صحيح. الجمعيات ليش ما نسوي إحنا جمعية إلنا وناخذ ونعطي الناس بكل صدق وأمانة؟ شربي أبويا يبغى له صدق وأمانة، والجمعيات هالأيام هنيمة. المسألة محتاجة للمداولة. ومو هي ذي المداولة؟ هذه المداولة على ما أعتقد يحتاج لها دلة شاهي بصراحة. عجب، أنا قائمة أجيب دلة الشاهي. سيري. أضحكت عليها عمي، المداولة معناتها يحتاج لها دلة قهوة أب شاهي. لا مطلق اللي غلطان ده. كيف؟ غلطان ده غلطان، الكلام عندي أنا. المداولة هذه معناها جلسة، والجلسة يبغى لها دلال يدلل. صح ما قلت؟ لا ما بصح. كيف؟ بس طلعت فيها دلال يدلل. لا، المداولة يا جماعة المناقشة وتبادل الآراء ووجهات النظر. تعلموا يا جماعة، اثقفوا شوية، استفيدوا المحاضرة الثقافية، استفيدوا المعارض الكتاب السنوية، تعلموا. شو هذاك يطلع لك واحد مهم في التلفزيون ما يعرف يقول كلمتين على بعض، ما يعرف، والنتيجة ايش السبب؟ السبب عدم الاطلاع، هاي النتيجة. المهم خلونا نناقش موضوعنا الحين، موضوع الجمعيات الأهلية. الحالة يا خليل إلى متى؟ أرجوك خليني وحدي. يا ريت أقدر أسوي لك شيء أو
أشوف طريقة أزوجك فيها زهرة، لكن مو أقول يا ولدي، ما في اليد حيلة. مامي يلا خلي بالك على خطيبتك يا ماجد، ترى الخطاطيب واقفين على الباب. صحيح يا عمتي. لا واحد منهم عاد مقدم جزء من المهر ومركب لكم دش عشان تسوي له واسطه عند زهره. على كل حال انا بكره صباح راح ادفع له قيمه الدش وقيمه التركيب. الله على شكل خالتي ثريا وخالتي اصيله، شكلهم يموت من الضحك، هم جالسين يتنازلوا علي، كل واحده واخذتني حال ولدها. معذورات، لأن في زهرة واحدة في الحارة بس، وأجمل زهرة في الكون، بس للأسف هذه الزهرة محجوزة طول العمر. الله يوفقكم يا ولدي وأشوف أولادكم قدامي إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. آمين يا خالتي آمين. على العموم أنا حددت موعد الملكة والزواج راح يكون عن قريب إن شاء الله، ولا عندك رأي ثاني يا زهرة؟ اللي تشوفه يا ماجد. يلا مع السلامة، أنا بخليكم الحين. كيف أتخلص منك يا حمدان وأفوز بثريا؟ كيف؟ لازم أشوف شيء أخلي ثريا تبتعد عنك وتكرهك، بس كيف أسوي؟ وإيش أسوي؟ فكر يا خليفة فكر فكر يا أبو ماجد فكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها وش أخبار العرس؟ الاستعدادات تمام يا أبوي وكل شيء ماشي على ما يرام. ما أوصيك يا ماجد، زهرة هذه نعمة من رب العالمين وأبغاك تحافظ عليها. لا توصي حريص يا أبوي، زهرة وأمها أساسا في عيوني. وانت يوم بتتزوج وين بتخلي زوجتك؟ وين بيخليها يعني؟ وين بيسكنها؟ أكيد بيسكنها بيت أبوه، ولا يعني باغي تكلفيهم مصاريف ثانية؟ يا عمتي إحنا الحين بنسوي الملكة وبعدين الزواج، وأساسا موضوع وين أسكن زوجتي هذا بعدني ما قررته. يعني أنت ناوي تسكن بعيد عني؟ يا أبوي المشكلة ما في زهرة، المشكلة في عمتي سعادة. عمتي سعادة ما راح ترضى تجي تعيش هنا مع بنتها، وفي نفس الوقت زهرة ما راح ترضى تخلي أمها بروحها، وهذا حق من حقوقها. لا والله تخلي سعادة وتسكن معانا، هذا اللي ناقص. يعني أفهم من كلامك إنك أنت باغي تسكن بعيد عني أنا؟ يا أبوي أنت إنسان متزوج ويلك وضعك الخاص. ما مشكلة، بس أنا باغي تسكن عندي. بس أنا ما وافق إن ولدك يتزوج هنا. الشور شوري أنا، والبيت بيتي أنا، لا أنتي ولا هو لهم شور عندي. اسمع، اتزوج نقل حرمتك هني وتعال اسكن هني، واللي ما يعجبه يشرب من البحر. ايش هذه الريحة؟ ما هي ريحة؟ هذا اللي مركب الغاز مركبنا بالغلط، وعشان كذا طالع الريحة. هذا ما حد غيره، حمدان هو اللي مركب الغاز، وبايد عليه هذا الرجال باغي يسوي لنا مشاكل، وأعرفه هذا الرجال متعمد. نعم. يا أبوي لا تصير ظن بالناس، لا تصير ظن بالناس، هذه مو خطر ما حد يلعب فيها. إلا حمدان، ما تعرفه حمدان، أنا أعرفه زين، أنا هذا الرجال لازم أبلغ عليه الشرطة. ما في داعي تجيب الشرطة، ما في داعي. ما في داعي أجيب الشرطة، ما في داعي، أبوي أنتم ما تعرفوا حمدان كمان يلا، أنا أصير لازم تو أبلغ عليه الشرطة. الحين كل اللي مسوين الجمعيات مستريحين. مستريحين؟ إيه. وبعدين احنا لا اول ناس ولا اخر ناس نسوي جمعيه. جمعيه؟ إيه. وبعدين تراكم لا تنسوا الجمعيه هاي ترى مكاسبها كثيره وفوائدها اكثر. اقول حصيله. الجمعيه يا اختي، هالجمعيه يبغى لها راس مال. احنا مين عندنا راس مال؟ اي والله.
اللهم حمدان ايش يقول؟ أوين يبغى لها راس مال؟ احنا عندنا واحد في البلد معنا هناك طيب؟ زين سوى جمعية زين انزين ولم كل ذيك الأمة وسجلت معه زين سجلت معه اللي معهم فلوس ترى دفعوا له كنبيه واللي ما معه راح يستلف من عند الناس وسوى ديون على راسه لكن نوبة هو اشتغل عليهم زين ما زين نعم ما قصر فيهم مرمون واحد منهم شو ضحيح تي بعد تذكرينا هذا تذكرينا يا مرمون كيف تبغاني انسى معقوله انت 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 وحده تقدر تنسى انساه وكيف انساه ما دام فلوسي معاه كان عارفه انك ما ممكن تنساه انا امسك الجمعيه ونجلس نفكر فيها زين ونسوي لها انظمه وقوانين زين وتشوفوا كيف نقدر نستفيد ونفيد الناس ونحل لهم مشاكلهم لحظه لحظه اصيلك لحظة شوية أنا عندي كلمة أبغى أقولها هذيل الناس يثقوا في هذه الجماعات يثقوا ولا ما يثقوا هذه أولين أولين الشيء الثاني نعم إحنا إيش تفيدنا هذه الجمعية هذه والله نسوي مثل الخميس ورباعتهم شوفوا كيف الفايدة بتحل علينا وتروح لكم سالفة الغاز هذه اللي ما جايبينها منها افتح افتح يا حمدان افتح قوم قوم ها لكن صوت خليفة هذا ليش جايب لنا تونا في الوقت سير افتح الباب رجالة يا سند الباب سير واقف هناك مسكين ايش افتح هي ولا خبرك ها انا بجي معك يلا تعال بجي معك تو خليفة هذا ايش يريد لا يكون يريد يشترك معنا في الجمعية افتح يا حمدان افتح ايش كسرت الباب انت خير ان شاء الله مالك كذاك انت من هين بيجيني الخير وانت جاري من هين بيجيني الخير وانت باغي تحرقني انا واولادي وبيتي الظالم انت حسبي الله عليك ونعم الوكيل لكن ايش السالفه ايش السالفه يا خليفه نريد نفهم ايش اللي مستوي ماله ما يد ابوك كذاك مشطط هو في الحقيقه ابوك اسكت انا عندي لسان واعرف اتكلم زين خير يا جماعه ايش مستوي توب الله عليكم انتو مال بيع غاز ابوي الشغل اللي ما تعرفونها لا تشتغلوها خلوا الشغل لغيركم عجب الله عليكم في انسان يركب الغاز من غير ما يثبت الانبوبه ها هذا يرضى منه يرضى منه توب الله عليكم لو انا احترقت وبيتي واولادي من بيفعني انت هل قصير هذا ولا هل مطوال هذا اللي واقف قدامي انا قولوا لي انا بصراحه كنت ناوي أسير أشتكي عليكم في مركز الشرطة لولا ما قد وقفني وقالي لا حمدان أنا كنت ما ركبت المنبوبة زين مو ما ضبطت المنبوبة هي المنبوبة ما مركبها زين عقب المنبوبة هي أبوي سيروا دوروا لكم شغلة ثانية تعرفوا لها أنتوا ما مال بيع غاز أنتوا بيادير سيروا زرعوا صرم هذا شيء إحنا نقرر بعدين إيش يشتغل ولا ما يشتغل خلاص يا خليفة ما استوى إلا الخير نطلب منك السماحة يا أخوي خلاص سامحنا خلاص شيء ما مقصود إلا مقصود ومقصود يا مرهون وأخوك هالموضوع يعرفه زين لكن اسمعني يا حمدان أنا ما جاي أحقق لك أحلامك واللي تفكر فيه ما جاي يستوي أبدا يا خليفة أنا ما فهم شيء مطر فهم شيء بقى ما حد فهم شيء ما فهم شيء زين أنا بخلي الشرطة تفهمك زين اهدى يا أبوي اهدى وحاول تحل الموضوع هنا من غير ما تدخل حد مستحيل أنا ما بتنازل أبداً مهما يكون ولا أصلاً ولا أصلاً بس انت شي أحطها ما عليك منه ذا مش شي أحطها بليش تعبع عمي غريبة
عم خليفة. نعم خير، ايش عندك انت الثاني بعد؟ عم خليفة سامحني، أنا اللي ركبت اسطوانة الغاز بالغلط. عم حمدان ما لزم، ولا تسوي مشكلة يا عمي، أرجوك سامحني، سامحني. ماجد اتبعني البيت. صباح الخير نصيب. صباح النور. ها خير، ايش تريد من هني؟ وانت ما يخصك؟ نعم كيف ما يخصني، هذا بيت اهلي، يعني بيت خطيبتي اللي بعد كم يوم بتكون زوجتي. سر 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 ابتي خطي ابتي خطي ابتي زهرة زهرة. خير امي؟ شوفي يا بنتي مين يضرب الباب. ان شاء الله. صباح الخير ماجد. صباح النور زهرة. تفضل. صباح الخير نصيب، سمح لي تراني ما شفتك. ليش يا زهرة؟ ليش سويتي فيي كذا؟ ليش؟ نصيب أنا وش سويت؟ ليش حسستيني إنك تحبيني وأهمتيني بهذا الشيء؟ ولما المرحة أجي أخطبش ترفضيني وتفضلي ماجد علي؟ نصيب أنا ما حسستك بشيء، الظهر إنك تتوهم. وبعدين أحب أخبرك، يعني أنا وماجد مخطوبين من زمان وصارنا 3 سنوات. ليش ما صارحتيني بهذا الكلام الأول؟ ليش خليتيني أتعلق فيش وبحبش؟ يعني كل هذا عشان أنا مستواي بسيط؟ يا أخوي يا نصيب كل شيء مقدر، وهذا قسمه ونصيب. بس 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 أحب أغم منك شيء. أنت والله أنت حرامي الأحاسيس والمشاعر. أنت نصيب ترك مصقت عاد، باين الكلام زين ما يجي معاك أنت ومع أمثالك. يلا صير من هنا، اخطب من قدامي، ما ابغى اشوفك قدام هذا البيت مره ثانيه. تعال، وهذا فلوس الدش والتركيب شلهن معك، يلا اخطب من قدامي. ايش يا با نصيب؟ الظاهر انه ماشي نصيب يا نصيب، لكن اعلمي ما عليك يا ماجد ويا زهرة، ان ما خليت هذا الزواج يفشل ما اكون انا نصيب. معذور نصيب وأمثال أني عجبه فيك يا زهرة، تعرفي ليش؟ ليش؟ لأنك أجمل زهرة في الحارة يا زهرة. يكفيني أنك معجب فيني يا ماجد، ما كأنك تأخرت على الدوام يا أستاذ ماجد. أوه كأني تأخرت، على العموم أشوفك على خير إن شاء الله. يلا مع السلامة. مع السلامة. الله معك. ايش هذا؟ هذه قيمة صيانة بيتكم الله يسلمك. بس انت قلت انه بدون فلوس. ضحكتني. في شيء هالايام بدون فلوس يا ولدي؟ بس هذه المبالغ كبيرة واحنا ما عندنا ندفع، وبعدين ما طلبنا منك تسوي صيانة لهذا البيت، انت اللي اقترحت والحين جاي تطالب بفلوس، ليش؟ يا ابوي الله يسلمك، هذه فواتير قيمة صيانة بيتكم. لا تنسى يا ولدي ان نحن غيرنا دورات المياه كلها، وبعدين ايضا قيمة اجور العمال.
ولازم تدفع لي، وبعد المبلغ ما واجد ترى، ما واجد صدقني ما واجد، بس 1375 ريال. كم؟ 1375 ريال. كيف؟ كيف كيف بعد يا ابوي؟ كيف كيف؟ ترى قيمة، قلنا لك قيمة مواد البناء، وبعدين ترى المواد غالية هالأيام، السميد غالي، الحديد غالي، لكن الغالي للغالي. ها؟ ما قلت لي. متى بتعطيني غوازيبة؟ بصراحة احنا ما عندنا ندفع. ما يحتاج انك تدفع يا ولدي، ما يحتاج، طال عمرك. كيف؟ يحتاج بس انك توافق علشان انا وانت نكون اهل. ما فهمت. اصبر شوي. الله يسلمك، انا باغي اتزوج امك ثريا. ايش؟ على سنة الله ورسوله يا ولدي، استهدي بالله، على سنة الله ورسوله. وبعدين اعتبر الغواز اللي عليكم مقدم الصداق. اطلع برا، اطلع برا. لحظة خليفة، انا موافقة الزواج منك. حي ابوه. صحيح يا ثريا؟ لا تداور، فكر وشاور بالمنطقية. يا حساي ما طحت واقف، كل ما أجازت دارت علي.